مساء الخير. معرفتنا للأئمة الأربعة مقتصرة بس على أنهم أصحاب المذاهب الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، لكن ما عندناش معلومات كافية عن الأئمة دول وإيه وصلهم للمكانة دي وميزهم عن كل العلماء. الملف ده بنتكلم فيه عن الإمام مالك وعن حكمه وإزاي كل حكمة منهم كانت منهج عاش بيها وطبقها في حياته. الإمام مالك اتسمى بشيخ الإسلام وفقيه الأمة وسيد الأئمة لأنه كان موسوعة جمع بين علم الحديث وعلم الفقه. اشتهر بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث النبوي، فعمل كتاب من أعظم كتب الحديث اسمه الموطأ، وعرضه على 70 عالم، وبدأ الفتوى بعد شهادة 70 عالم أنه أهل ليها. من حكم الإمام مالك حكمة بتقول: إذا لم يكن للإنسان في نفسه خير لم يكن للناس فيه خير. موضوع مهم قوي وبنتلخبط فيه. احنا متعودين على معنى ان اللي ملهوش خير في اهله ملهوش خير في حد، او اللي ملهوش خير في امه ملهوش خير في حد، لكن مش متعودين او مش بنستوعب فكرة ان الانسان اللي ملهوش خير في نفسه ملهوش خير في الناس. يمكن كمان لان عندنا حساسية لفكرة ان اي حاجة تخص نفس الانسان وذاته بنربطها بالانانية وحب الذات وكأنها ذنب، برغم ربنا قايل لنا امر واضح جدا: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. يعني ايه عليكم انفسكم؟ اكيد مش يعني نبقى انانيين وكل واحد يفكر في نفسه بس، هي فكرة ترتيب اولويات مهم جدا مراعاته واستيعاب المقصود منه، فكرة ان كل واحد مسؤوليته الاولى هي نفسه، لانه لو ما اعتناش بيها مش هيعرف يعتني صح بغيره او ينفعه، ولو ما روضهاش هي الاول فصعب يروض غيره ويحقق دوره بانه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ودي من اهم التكاليف اللي مأمورين بيها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فنفسك هي البداية، وأي تغيير الإنسان محتاجه في الحياة في المحيط اللي حواليه مش هيحصل غير لو البداية من جواه الأول. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية واضحة، مش هيتغير حال الأقوام حال الجماعة غير لو اتغيرت نفس كل واحد من جواه وبدأ بنفسه. هنقول طيب ما أنا ممكن أشتغل على نفسي وأتغير والآخرين ما يتغيروش، يبقى إيه العلاقة؟ ساعتها لو نيتك وعزمتك صادقة بتغيير نفسك فربنا له حساباته أنه يرضيك بطريقته ويدافع عنك بطريقته، مش لازم يتغير اللي حواليك وتتصلح أحوالهم والتغيير يكون مباشر في ساعتها، لكن ربنا هيطوع لك الظروف والأسباب اللي ترضيك، ودي من صور التغيير. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ففكرة انك تبدأ بنفسك ويبقى ليك خير فيها الاول تقومها وتروضها وتعتني بيها، دي البداية والاولوية. من اكتر الامور اللي بتأثر علينا وعلى حياتنا لما يكون هدفنا الاساسي في التغيير هو الاخر، شغلنا قوي افعال الناس ومحاسبتهم وتقييمهم وتغييرهم على حساب مراقبة ومتابعة واصلاح نفسنا. الآية كاملة بتقول: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. معناها ان لو كل واحد اشتغل على نفسه وركز على اصلاحها هي الاول وافعالها هي الاول، فالاخر مهما كان ضل الطريق مش هيكون له سلطان عليك يضرك بيه، وربنا هيحفظك وينصرك بطريقته. لكن مش هيحصل ده غير بشرط تطبيق اذا اهتديتم، يعني ان منهج ربنا وقوانينه هو المحرك لهداية النفس، وده جانب من معنى عليكم انفسكم. الجانب الثاني ان منهج عليكم انفسكم في التعاملات منهج بيحقق توازن العطاء. احنا كتير علاقاتنا بتبوظ لما ما بنحققش التوازن ده، تلاقي شخص بيدي وعنده عطاء بلا حدود ويمكن ما بيفكرش في نفسه، اتعود يدي وبس، ولما ما يلاقيش المقابل اللي مستنيه يحس بانه ياما جه على نفسه علشان خاطره. المعنى ده بالشكل ده غلط، لان ربنا ما امرش ان احنا نيجي على نفسنا بالشكل اللي تحس فيه بالضغط في العطاء وبالتالي بالخذلان المؤلم والشعور بالقهر لو ما فيش مقابل. ربنا قال لنا عليكم انفسكم، نفسك عليها حق تعتني بيها وهي مركزيتها ربنا مش هوى نفس، وده يحميها من فكرة الانانية. طيب هو ازاي ربنا امرنا نتعامل بالاحسان وفي نفس الوقت نطبق معنى عليكم انفسكم؟ ربنا أمرنا بالإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لكن الآية بدايتها بتقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ده اللي بنتكلم عليه، ضحي واعطي وتعامل بالفضل والإحسان، لكن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ده أمر من ربنا. إحسان في التعاملات لكن ما تأذيش نفسك، وكل واحد بيبقى عارف أنا بأذي نفسي ولا لأ.
فالعطاء والتضحية والصبر بيكونوا تحت مبدأ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وده اللي هيحقق قانون عليكم أنفسكم. وقتها هيكون العطاء والتعاملات مع البشر باتزان بمنهج رباني، بتحسن فيه لنفسك الأول فتقدر تحسن للناس. دعاء سيدنا يونس وهو من أهم الأدعية اللي بندعي بيها بيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف بإني أنا ظلمت نفسي، أهو الاعتراف ده هو بداية لتقديم الخير للنفس، بتعترف وبتتوب فبتروضها على إن لها مرجعية ومعايير تتوازن بيها. فلما يحصل ده مع نفسك الأول تقدر تتعامل بنفس المنهج والتوازن مع الآخرين. مع الوقت هندرك إن كلمة الخير اللي بنقدمه لنفسنا هي كلمة شاملة لكل ما يخص منهج الله ورسوله اللي بنروض بيه نفوسنا الأول وبنتوازن بيه، فبينعكس بأخلاقياتنا وقيمنا بخير شامل على الآخرين. فلما الخير اتوجد في نفسك الأول قدرت تنفع به غيرك، ودي حكمة الإمام مالك: إذ لم يكن للإنسان في نفسه خير لم يكن للناس فيه خير. هنتكلم عن الحكمة بالتفصيل النهاردة بإذن الله مع ضيفنا الشيخ أحمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، مكملين في حلقتنا على خطى الائمه، وضيفنا النهارده الشيخ احمد الازهري من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ احمد، ربنا يبارك في حضرتك ومنورنا. حكمه النهارده للامام مالك بتقول: اذا لم يكن للانسان في نفسه خير لم يكن للناس فيه خير. موضوع فيه تفاصيل كثيره، بس خلينا الاول مبدئيا نوضح المعنى العام للحكمه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. هذه حكمة عظيمة من إمام عظيم، إمام جليل، ألا وهو الإمام مالك رضي الله عنه. هو شيخ الإسلام وإمام دار الهجرة، كان من أئمة المسلمين العظام الكبار الذين انتهت لهم الرياسة في الفقه ونحو ذلك، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعتمدة المعتبرة التي يرجع إليها في الفتوى ونحو ذلك. الإمام مالك رضوان الله عليه قال هذه الحكمة الجليلة، هذا القول البليغ: إذا لم يكن للإنسان خير في نفسه فلا يكون للناس فيه خير. والمعنى أن الإنسان عليه أولا أن ينشغل بإصلاح نفسه، عليه أن ينشغل بإصلاح نفسه قبل أن ينشغل بإصلاح غيره. ليه؟ لأن الإنسان إذا لم يكن أهلا، إذا لم يكن أهلا للإصلاح فلن يكون سببا في إصلاح غيره. لأن عادة الناس قبل أن ينظروا إلى مقالك ينظروا إلى أفعالك. لذلك كان بعض الصالحين يقول أن خير المربين وخير الشيوخ هو من ينفعك حاله قبل مقاله. يعني إيه؟ يعني ترى ما يقوله لك أحيانا بعض العلماء والصالحين والمصلحين، بتنظري في صفاتهم، تنظري في أفعالهم، فأحيانا لا يحتاج أن يتكلم. يعني تلاقيه مثلا مش محتاج أنه يقول لك مثلا افعلي كذا أو اغضي عن هذا الأمر أو أصلحي بين كذا، بتلاقيه هو بيبادر. فلما هو يبادر ويعمل، فإذا قام بإصلاح نفسه، وهذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المعنى العام مأخوذ من حديث النبي: ما لأحدكم يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه أو في نفسه. المعنى العام أنه الواحد منا، وهذا يعني حال أغلب الناس، أنهم ينظرون إلى كل صغيرة وكبيرة عند غيرهم، تلاقي بدقاء أوي واخدين بالهم أوي من كل حركة وسكون ومن كل كذا
في اللي حواليهم، مع انه بالاصل لو نظر في نفسه لوجد العيوب الكثيره، لو نظر في نفسه لوجد عيوب عظيمه جدا. تلاقي بعض الناس بيعلق انه فلان كذا، وليه فلان ما عملش كذا، وليه فلان عمل كذا، وما الى ذلك، فيرى الشيء الصغير اللي هو يعني زي بيقولوا يعدي، يراه عند غيره يراه يكون ظاهر واضح له ويوقف عليه ويعلق عليه. اما هو لنفسه بتلاقيه عنده امور كتير. فحتى بعض الناس يقول له يعني انت جاي تدقق على دي وانت لسه عامل مش عارف كذا وكذا وكذا. فالمعنى ان الواحد منا عليه ان يبادر وان يعمل على اصلاح نفسه قبل ان ينشغل باصلاح الاخرين. ده المعنى العام، يعني ربنا يبارك في حضرتك. والفكرة ان مفهوم فكرة ان الانسان يبقى ليه خير في نفسه علشان يبقى ليه خير في الاخرين، دي حاجة بعيدة او غريبة عننا شوية. احنا متعودين اللي ملهوش خير في اهله، ملهوش خير في حد، ملهوش خير في والدته، في المقربين ليه، ده العرف الجاري. يمكن لان احنا دايما مش يعني اي حاجة ليها علاقة بالنفس يا شيخ احمد بنعتبرها انها كأنها نوع من الانانية، يعني برضو لان المعنى بيبقى ممكن يبقى ليه شق تاني، انت لازم يبقى ليك خير في نفسك الاول، ما بتتفهمش لان احنا بنظن انها نوع من الانانية، وكأن ازاي انا يبقى ليا خير في نفسي. فعايزين نوضح فكرة الفرق ما بين ان الانسان يعتني بنفسه اولوياته نفسه ومأمور بده، وان دي يعني شق، والشق التاني فكرة الانسان الاناني اللي اعتنائه لنفسه وان هو عليه نفسه رقم واحد قبل الاخرين كنوع من الانانية. التفرقة ازاي؟ هو هنفصل بين امرين. في بعض الامور نعم عليه اولا ان يعمل هو على امر نفسه اولا، وفي امور ممكن ان يتغاضى عن نفسه وينظر الى غيره. بمعنى مثلا في امور الطاعات والامور التي امر التي هي فرض على كل واحد منا ان يعملها، بيكون فرض عليه ان يعمل هذا الشيء. فتلاقي بعض الناس مثال مثلا بتلاقي واحد مثلا دايما مشغول، مراته صلت ولا ما صلتش، ولاده صلوا ولا ما صلوش، وهو لا يصلي. طيب ما انت هنا انت مسؤول عن نفسك اولا، اعمل على اصلاح نفسك. بل بالعكس لو اهلك شافوك انه انت تؤدي الطاعه، تؤدي العباده، تؤدي ما افترض الله عليك، احيانا مش محتاج ان انت تتكلم. ليه؟ لانه في شيء يسمى التربيه بالمحاكاه. يعني ايه التربيه بالمحاكاه؟ يعني الولد مثلا خاصه في الاولاد سواء الذكور او الاناث، الاولاد الولد يحاكي فعل ابويه. يعني ايه يحاكي فعل ابويه؟ بتلاقيه دايما بيبص، تلاقي مثلا يلبس الجاكيت الكبير ويتمشى بيه زي ما ابوه بيلبس، او بيعمل اللبس بطريقه معينه، او يقف قدام المرايه يعمل شعره بطريقه معينه. نعم. او البنت مثلا بتشوف امها ونحو ذلك، فمن غير ما تقول لها فبتلاقيها بتقلدها ببعض الامور وبعض الاشياء. ده بيسمى التربيه بالمحاكاه، الولد يحاكي فعل والديه. فان كانوا صادقين بتلاقي الولد نشا على الصدق، ان راى في صفاتهم الكذب فبتلاقيه نشا على هذا الفعل. وبعدين يقول لك انا مش عارف الولد اتعلم ده منين، وتعلم من حركاتك، اتعلم من افعالك، اتعلم من الامور اللي انت بتعملها وهو بيلقطها وبيشربها وبينفذها وبيعملها من غير ما تقول له افعل ولا تفعل. وسبحان الله ده كان منهج الرسول عليه الصلاه والسلام في التربيه، المشاهده. نعم. من غير الامر المباشر. صحيح. في اغلب الاحيان نعم كانوا ينظرون فعله عليه الصلاه والسلام. فده امر. فبنيجي مثلا في بعض الامور، او يعني اولا عليك بنفسك، عليك بإصلاح نفسك. وفي أمر لا ينتبه له كثير من الناس. النهاردة الواحد مننا يعني بيقولوا إيه، يعني مش هيقدر إن هو يكون عنده إنه بس، بعض الناس بيكون مشغول إنه كيف يصلح الآخرين ونحو ذلك، أو بالمعنى البلدي بيقولوا إيه، باب النجار مخلع وما إلى ذلك. بيكون إيه إنه أنت أيها الرجل أو أيها الإنسان عليك أن تقوم على إصلاح نفسك، وعليك أن تقوم بتقويم عوجاجك، عليك أن تقوم بإصلاح هذا النفس وبتربيتها ونشأتها، وإن هو بيأخذها من مرحلة إلى مرحلة، ومن نفس لوامة، من النفس الأمارة إلى اللوامة إلى المطمئنة. وهذه المراحل يمر بها الإنسان. فإذا مر بها الإنسان بيصل إلى حالة بيكون يعني هو أدى ما عليه. فعند ذلك لما يأمر غيره
لما يعمل على إصلاح غيره، عند ذلك يكون كلامه مسموع. بالظبط، بيبتدي بنفسه. هي قضية النفس البشرية دي، وده موضوع الحلقة عندنا، ان احنا عايزين نميز ما بين حقوق النفس الإنسان على نفسه. احنا طبعا هي فيها كذا شق. الشق الأولاني شق الترويض والتربية، وانك تبدأ بنفسك قبل أي شيء. ربنا لما قال عليكم أنفسكم، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، هو أمر مباشر يا شيخ أحمد. هي عايزين طبعا حضرتك توضحوا لنا ونتكلم فيه على شقين، عليكم أنفسكم من باب الترويض والتهذيب اللي حضرتك اتكلمت عنه ووضحته، ومن باب تاني إن عليكم أنفسكم إنك تعتني بنفسك وتشوف حقوقها عليك وتراعيها. لأن في ناس كتير، أو يعني شبه معظمنا، متربيين على فكرة إنك بتيجي على نفسك قوي عشان الآخرين، فبتظلم نفسك وإنت مش واخد بالك. الموازنة والمقصود بعليكم أنفسكم. هو أولا هذه الآية قرأها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال إن هناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى تقرؤونها على غير ما أنزلت له، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال بلى والله يضرنا، لأن ورد في الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. بس هنا بنقول إيه؟ عليكم أنفسكم، بنقول إنه ينبغي على الإنسان منا أن يعمل أولا على نجاة نفسه وعلى إصلاح نفسه، لأنه في الأول لو كل العالم انصلح وأنت لم تنصلح أنت الخسران. صح. لو كل اللي حواليك حاله مستقام واعتدل وأدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات وأنت بعدت عن هذا الشيء فأنت الخاسر. فأول شيء ينبغي علي أن أعمل على نجاة نفسي، أن أعمل على إصلاح نفسي، ومن ثم يتبع ذلك. لأنه حتى في القرآن الكريم في الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو نظرنا الآية هنا ذكر أولا مسألة الإيمان، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإيمان يتبعه عمل، ثم بعد ذلك يأتي المجتمع الخارجي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب أنا عايزة أقف على مقولة سيدنا أبو بكر. حضرتك قلت سيدنا أبو بكر إن هو يعني قال لنا إن المعنى الآية ممكن تتفهم بمعنى غلط. نعم، يفهمون إنه أنا ما يشغلنيش الناس ونحو ذلك. طيب. لا، نحن الأمر ليس هكذا. بالضبط، الأمر مش كده، مش دعوة للأنانية أكيد. يعني أكيد عليكم لا. أنفسكم أكيد مش دعوة للأنانية، فكر بنفسك. أكيد بعد إصلاح النفس. بعد إصلاح النفس. نعم. بالضبط، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. سيدنا أبو بكر قال لا يضركم من ضل، يعني فهو بيوضح وبيشرح معنى الآية. نعم. المقصود بلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني هو في الآية إنه الإنسان إذا عمل الواحد منا ما عليه، عمل على إصلاح نفسه، ومن ثم عمل على إصلاح أهله، وعمل على إصلاح الذين هم حوله، فبعد ذلك هو يحب لهم الخير، يريد لهم الهداية، يريد لهم الخير. فمن اتبع الأمر، يعني مثلا كما قال الله تعالى في القرآن الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ رسالة ربه، فمن اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها. يعني المعنى إنه الواحد مننا ما يجيش يقول إيه قبل أن يبذل الجهد ونحو ذلك في الإصلاح، يقول أنا مالي، أنا من اللي يصلي يصلي واللي ما يصليش ونحو بالزبط. ذلك لا، الأمر ليس هكذا. أنا أعمل الذي علي، لأنه عندنا وكنا اتكلمنا في حلقة من الحلقات أنه مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضوابط والشروط وما إلى ذلك. بالزبط. فالواحد مننا عليه أن يعمل أولا على إصلاح نفسه، ومن ثم سيعمل على إصلاح الآخرين، وبعدها لا يضركم من بعد ضل ذلك إذا من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. إن استجابوا، يعني معنى إن استجابوا لدعوتك يا محمد، إن استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، فهذا فيه فلاحهم وهذا فيه صلاحهم وهذا فيه نجاتهم، وإن لم يهتدوا لا يضرك بعد ذلك. وما عليك إلا البلاغ. نعم، أنت عملت الذي عليك، بلغت أمر ربك، والله يهدي من يشاء، الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. ممكن
كمان يكون مثلا ليها معنى تاني، فكرة طبعا يعني ده المعنى الأساسي، لكن ممكن نتدبر منها معنى فكرة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. احنا ساعات بنبقى عندنا مخاوف مبالغ فيها من ضرر الناس وان هما فعلا يضرونا ويعني ويؤذونا، ففكرة ان انت لو عملت اللي عليك اذا اهتديتم فلا يضركم من ضل الطريق، عليكم انفسكم، ركز بس في نفسك وفي المطلوب منك وان انت تبقى موصول بالله صح، وبعد كده ما يهمكش ربنا هيدافع عن الذين امنوا. ده امر تاني، ان الله يدافع عن الذين امنوا، هذا لا شك فيه، وكما قال الله لنبيه والله يعصمك من الناس. فالإنسان لا يشغل نفسه بما يكيدون له وبما يدبرون له، وأنه ممكن يعملوا لي كذا وأنه ممكن كذا وما إلى ذلك. لا، الواحد منا يعمل ما عليه، بيكون عنده، عشان كده بيكون الواحد لابد أن يكون عنده يقين حسن توكل على الله تبارك وتعالى، أنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله، كما قال النبي لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قال له: واعلم أن الأمة، كل الأمة، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني كل هذا الكون يتصرف تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فلو لم يشأ الله لك أن يكونوا سببا في نفعك فلن ينفعوك مهما حاولوا. ولو كل الكون تجمع، كل الكون بما فيه تجمع على أن يوصل لك الضر، والله ما شاء لهم أن يضروك فلن يضروك. لذلك يقولون: ما كان لك سيأتيك رغما عنك ولو كنت لا تريده. لو كان الحاجة، لو الحاجة دي زبونه متقدرة، الواحد هيموت عليها وعمال يحاول بكل الطرق أن يحصل عليها، والله عز وجل ما شاء له أن يحصل على هذا الشيء، فتلاقي ما تغلق الأبواب. سبحان الله، هي قوانين عامة لكل شيء، فهي ربنا شارطها إذا اهتديتم، والبداية في الآية عليكم أنفسكم، يعني ركز في المطلوب منك. أكيد الواحد يقوم بما عليه، بما أمره الله وبما فرضه الله عليه، فإذا أدى هذا الأمر لا يضره بعد ذلك ما أصابه. لأن إحنا ساعات بنتلخبط في معاملتنا مع الناس، فكرة اللي هي مسألة الحكمة، اللي هو أنا هبقى ليا خير أو أنا فيا خير مع الناس اللي بيقدموا لي الخير، فكرة إن إحنا ساعات بنتلخبط، لأ ما يستاهلش، فدي قضية تانية. فكرة ربنا بيقول بالظبط، فكرة ان عليكم انفسكم، انت ركز واجباتك والمطلوب منك، مالكش دعوة لو هو ضل الطريق وما عملش المنهج اللي عليه، طالما انت اهتديت للطريق وانت عملت اللي عليك، نصحت وارشدت وبينت، بعد ذلك لا يضرك. صح، فالخير مش مرهون برد فعل الاخرين. لا، هو الاساس في ربنا ان انا بتبع المنهج. ده بالعكس، عندنا هنا امر اخر في هذه الجزئية، الا وهي ان الواحد منا ينبغي عليه أن يعمل العمل لله مخلصا نيته لله. أنا أحسن ليس فقط لمن أحسن إلي، ولكن وده من معاني حسن الخلق التي دائما نذكرها ونرددها، الذي درجته عالية وعظيمة، إنه من حسن الخلق قالوا أن تحسن لمن أحسن إليك وأن تحسن إلى من أساء إليك. لذلك قالوا إيه؟ أن تحسن إلى من أحسن إليك، هذا سهل على النفس، ده بيسموه ده الطبيعي. الطبيعي، أنا واحد ضحك لي، ضحكت له، جاب لي هدية، جبت له هدية وما إلى ذلك، أعمل خير مع أهل نعم. الخير. لكن الأصعب على النفس والأقوى والثواب الأعظم هو أن تحسن لمن أساء إليك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في حديث آخر فقال: ليس الواصل بالمكافئ. قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني إيه؟ اللي بيصل الرحم مش بس، مش هو اللي بيقول لك، بعض الناس يقول لك الحمد لله انا بيسالوا عليا وبسال عليهم، بيزوروني وبزورهم، اما التانيين ما بيسالوش عليهم، مش هسال عليهم. فالنبي قال ليس الواصل بالمكافئ، ده هذه تسمى مكافاه، زياره بزياره، هديه بهديه، احسان باحسان وما الى ذلك. قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الحقيقي الذي يعمل بما أمر الله تبارك وتعالى، قال ولكن الواصل هو الذي يصل الرحم التي تقطع. ده بقى الواصل الحقيقي الذي فعلا يصل رحمه، مش مربوط بالمكافأة، مربوط بأنه يؤدي ما عليه، يريد أن يصل الرحم،
يريد أن يحيي هذه الفضيلة ولا يهمه بعد ذلك سواء ردوا له الإحسان بالإحسان أو ردوا له الإحسان بالإساءة أو جهلوا عليه، كما قال الآخر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لي قرابة، ماذا أصنع معهم؟ قال له: أصلهم ويقطعونني. إحسان بيقابل بإساءة، أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن بقيت على ما أنت عليه من الخير، أنه فيه كذم للغيظ، فيه مخالفة للنفس، فيه ثواب عظيم، قال: إن بقيت على ما أنت عليه مما تقول، يعني من هذا الخير، فكأنما تسفهم المل، يعني معناه لك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، أما هم فعليهم ذنب عظيم. كل ده تحت قضية فكرة إن يعني إن الإنسان الخير اللي هو بيربي عليه نفسه هو بيتأسس علشان كل الفتن والمواجهات اللي هيقابلها في الدنيا يبقى ثابت على معنى الخير، وهي دي فكرة اللي ملوش خير فعلا في نفسه مش هيكون فيه خير للآخرين. فلازم دي قاعدة اللي احنا طول الوقت هنواجه، مش هنتعامل دايما بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دي احنا بنفهمها غلط يا شيخ أحمد. فكرة إن احنا بنتوقع، يعني أنا مستنية الإحسان ده من بشر، أنا تعاملت بشكل فيه خير وفيه إحسان، فأنا ما تردليش بنفس الإحسان فبحس بهو ده المقابل. هو معناه أنه أكيد الأحسن والأفضل والأحسن، إذا أنا أحسنت الأحسن أن يقابل هذا الإحسان بالإحسان، لأنه عندنا الأصل أن يقابل الإحسان أن تقابل الإساءة بالإحسان، وهذا من حسن الخلق. فمن باب أولى أن يرد الإحسان بالإحسان، فإن لم يجد مقابلة لفعله بالحسنى كما فعل وبالإحسان كما فعل، فعند ذلك هو في يعني عشان كده دائما بنقول للناس دائما في كل أمر أنت مقصودك تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. لا يضرك في العمل من ضل إذا في العمل أنت لا يشغلك أحد، أنت تعمل العمل لله تبارك وتعالى، فإن شكرت وإن رد إليك بإحسان أنت عملته لله، وإن لم يرد إليك الإحسان بالإحسان أو رد إليك الإحسان بالإساءة فأنت أيضا عملت لله. ففي كلا الحالتين لا يغرك المدح أو الثناء، سواء مدحوا أو أثنوا أو مثلا افتروا عليك الكذب، في الحالتين. بس ده بيكون ليه؟ للإنسان الذي أصلح نفسه، عمل على تقويم نفسه، فعند ذلك لا يضره سواء مدحه الناس أو عابوه. هو أهم شيء عنده أنا أعمل العمل، هذا العمل هل يرضي الله أو لا يرضي الله تبارك وتعالى؟ فإن كان يرضي الله تبارك وتعالى فلا يضرني ما يقولون من مدح وثناء أو من ذم أو إساءة، لا يضرني، لأنني عملت العمل لله تبارك وتعالى، لا أبتغي أي شيء من أحد، كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم في صفة سيدنا علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة: ويطعمون الطعام على حبه، محبة لله تبارك وتعالى وتنفيذا لأمر الله. قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والنبي قول النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أسألكم عليه أجرا، وما إلى ذلك من الآيات. لا نريد كذلك في قصة سيدنا علي وفاطمة: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالنتيجة: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هي الفكرة برضو علشان نبقى عايزين نوضح دي يا شيخ أحمد، فكرة ان احنا يعني مسألة ان انت بتعمل الشيء عشان خاطر ربنا والوجه الله، وان انت عشان فيه خير في نفسك، وده الاساس زي ما قلنا، لكن مش معناه ان انا مش هتأثر بردود الافعال، التأثر البشري أكيد الطبيعي، لان اكيد لما تيجي تعمل حاجة وتلاقي المقابل اساءة او المقابل ما فيش شكر أكيد بتتأثر. أكيد. بس الذكي الفاطم بقى اللي هو إيه؟ المدح والثناء ما يخلهوش اللي هو في قمة نشوته. أيوة بالظبط. والذم والإساءة وما إلى ذلك ما يخلهوش اللي هو يوصل للحضيض. الناس بتتكسر لا. وتحس بخذلان قوي. لا بنخلي إيه؟ بنخلي نعم هو مطلوب من النبي، بل الإسلام والنبي علمنا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صح. ما هي هتلاقيها كلها إيه؟ أنت هنا
ينبغي عليك أن تفعل كذا وكذا، وبالمقابل الذي أمامك مطلوب منه أن يفعل كذا وكذا أيضا. فبنيجي نقول ده لا تفعل العمل رياء، يعني رجاء محمدة الناس ونحو ذلك. والتاني كمان بيقول له من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومعناه تمام شكر الناس، أو من أسد إليك معروفا ونحو ذلك فشكرته على هذا المعروف. هذا من شكر الله عز وجل أن سخر لك هذا الإنسان فقضى لك هذا الأمر على يديه. كذلك فأنت تشكره، فشكرك له هو بالأصل شكر لله عز وجل الذي أجرى هذا الخير على يد هذا الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. فقالوا كيف نكافئه يا رسول الله؟ المكافأة أنواع، تعينه تساعده تفعل. قال فإن لم أجد ما أكافئه به، قال إن لم تجد يعني شيء مادي ونحو ذلك، أدعو الله له حتى تظن أنك قد كافأته، أو تقول له جزاك الله خيرا ونحو ذلك. يعني الفكرة أن كل ده بيؤكد أن مسألة رد الفعل مهم، وبيفرق مع الإنسان، ويفرق معاه أن هو يتشكر وأن هو يتحمد على فعل يتعمل وأن ياخد حقه. أكيد بتدفع معنوي بالضبط كده. نعم. فلكن الفكرة أن الأساس لما بيكون مركزيتنا ربنا في نعم الفعل مش الهدف لله. إرضاء البشر صح. بيكون وقع رد الفعل أهون كتير. نعم. هستأذن حضرتك نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. شيخ أحمد، في موضوع أو جزئية مهمة بنتحط فيها كلنا، فكرة حضرتك زي ما قلت إن احنا نتعامل بالإحسان، وكل واحد بيتعامل بأخلاقه وبيتعامل من الخير اللي جواه، واللي احنا بنتكلم عليه عليكم أنفسكم وركز على نفسك. الإحسان ربنا لما اتكلم فيه قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بداية الآية بتقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكرة إن الإنسان ممكن يكون ما عندوش التوازن في العطاء فبيظلم نفسه، هي دي بقى الجزء التاني اللي هي فعليكم أنفسكم، إنك تبقى رفقا بنفسك، تعرف تعتني بنفسك إزاي. كتير قوي نسمع مثلا على سبيل المثال من أمهات تقول أنا ياما عملت وياما بسوي وتعبانة وبودي وبجيب، لكن مش لاقية المقابل، وممكن يبقى المقابل فيه خذلان وفيه عدم تقدير. ففكرة المقصود بلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لو هنفسرها في فكرة التعامل مع الآخرين. هو سبحان الله في خاص في مسألة ذكر مثال الأم ونحو ذلك، دايما بنقول ينبغي أن نفرق بين إن أنا أربي إنسان وبين إنه أعلف إنسان. بمعنى التربية شيء، ومجرد الطعام والشراب واللباس وما إلى ذلك هذا أمر آخر. أغلب الناس يظنون، كل واحد تيجي تسأليه يقول لك أنا أكلتهم أحسن أكل ولبستهم أحسن لبس وما حرمتهمش من حاجة، وكل اللي كانوا عايزينه كان بيكون موجود قدامهم. ده مش ده 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 شيء من توابع التربية، إنما الأغلب حصلوا التربية في هذا الأمر. لا، التربية أمر آخر، تربية النفس بقى اللي بنتكلم عليه. كيف هل ربيت نفسه تربية صحيحة؟ هل أنشأته نشأة صحيحة؟ ما هو لن يصل إلى هذا الحال إلا أنك قد تركته بالأصل. في البداية بيكون الواحد عمله ترك ولاده، سابهم التلفزيون يرب شوية والشرع يرب شوية، أو زي ما بعض الناس بيقول لك إيه يا عم هات وجيبوا الشرع بيربي وما إلى ذلك. بئسة التربية، بئسة التربية هذه. لا، التربية الحقيقية إن أنا زي ما بغضب وبزعل انه مثلا ما جابش درجة عالية في الامتحان وما طلعش من الاوائل وما ذكرش وما عملش، لابد كمان انه انا يكون عندي حمية وعندي شيء انه اذا اخطأ في جوانب اخرى، اذا مثلا اساء الادب، لم يحسن، تهذيب نعم والتربية وقع في الكذب عدم الصدق، أخلاق سيئة، تكلم بألفاظ بذيئة وما إلى ذلك، زي ما أنا عندي زعلي إنه ما جابش درجة كويسة كمان يكون عندي زعل إنه ابني
ليس بهذه مش بالأخلاق الكويسة اللي ينبغي أن يكون صح عليها. صح، تربية النفس وتهذيبها. نعم. دي جزئية ونقطة مهمة جدا، بس هنا عايزين نتكلم على معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكرة إن يعني إيه الإحسان، إحنا ساعات بنعتقد إن التضحية المبالغ فيها ان ده انا بعمل حاجه كويسه جدا عشان الاخرين، فكره العطاء اصل انا صابر ويطلع بدل الصبر يبقى مضغوط ومقهور، فكره التضحيه لا انا ظالم نفسي، انا مش مساله بضحي وباخد، وان ده احسان. مفهوم الاحسان ومفهوم التهلكه، هو الواحد مننا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالواحد مننا نعم مطلوب منه ان يتحمل وان يصبر وأن يحسن وأن 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 وما إلى ذلك من الصفات الحميدة. بنفس الوقت ما هذا الإنسان له طاقة، الإنسان اللي قدامك ما هو ليه طاقة، وأحيانا بيتحمل وأحيانا بينفجر وأحيانا كذا. فدايما الواحد علشان حتى لا يصل إلى مرحلة إن هو بيتغير من الصفات الحسنة إلى الصفات السيئة، وده بالأصل بيكون إيه، ما بيكون يعني زي يعني هنربط الموضوع، ينبغي أن يكون تحملك وصبرك وإحسانك وعطاؤك بالأصل ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى مركزيته. ليه؟ لأن علشان لما تلاقي يعني زي ما بتحصل خيبة الأمل، الخذلان، أنا اللي وقفت وعملت وا 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 وتيجي تعاملوني بالطريقة دي. فإذا كان الأمر بالأصل لله فعند ذلك هذا يهون علي الأمر شيئا فشيئا، وقع ردود الأفعال. أيوة، بتلاقيه ليه أنا خلاص ما يشغلنيش، والله هم يعني زي بقولوا يعني الأمر يعني الوزر يعود عليهم، أنا عملت لله مش هيهمني أي حاجة بعد كده. إنما العمل الذي عمله ليس لله، أنا برب النهاردة العيال، يقول لك أنا بجيب العيال وبربيهم عشان يكونوا سند لي بكرة، ده الاساس، ده الفكره. دايما يقولوا انا بربيهم عشان يكونوا سند ليا بكره، بشيلهم دلوقتي عشان يشيلوني عشان بعدين بكرة. هنا بيكون مكافأة. انما لا، ده انا اذا كانت نيتي لله انا انجبت الاولاد، فبعمل ايه، انا اقوم على تربيتهم، احسن تربيتهم واحسن يعني نشأتهم، فينشؤون نشأة صالحة طيبة. فعند بعد ذلك لا يشغلني، لأنه إذا أنا أنشأتهم نشأة صالحة طيبة فبالأصل هذا يعود عليهم، سيردون الإحسان بالإحسان، بل أحيانا لو أسأت إليهم سيردون الإساءة بالإحسان، ويتحملوك في كبرك ويحسنون إليك وما إلى ذلك. ولو العكس خالص فربنا بيلطف وربنا بلا شك بيحصل، أكيد بيحصل. فدايما الواحد لما يعمل العمل لله بتكون ردود الأفعال متفاوتة بعد ذلك، ووقع الشيء يكون هينا عليه. وكمان بنقول في نفس الأمر إنه الإنسان يعني بلاش يضغط نفسه قوي، التوازن يا شيخ. أيوة، التوازن في المشاعر، التوازن في أمور الحياة. ويعني بلاش كل واحد مننا يعني في يعني كيف بيقولوا بعض الناس دايما بيحبوا يعني زي بيقولوا يعيشوا دور الضحية، إنه أنا المتحمل وأنا الكذا وأنا الكذا. هون على نفسك دي فيها كده. قصور في تطبيق عليكم أنفسكم بس بشكل تاني. فكرة يعني إن من ضمن المهام اللي أنت بتروض نفسك وبتستلمها زي بالظبط كأنك بتروض طفل. نعم. الطفل بتستلمه من كله، التغذية والسلوكيات وكل الاعتناء بالنفس والحقوق والواجبات نفس الكلام. فما يجيش إن أنت بتيجي على نفسك وتضغطها ومش بيحصل الضغط ده غير لما بيكون فعلا الإنسان شارك مع الله بشر. عشان كده الإمام البصيري في البرد يقول إيه، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. شبه النفس كأنها مثل الطفل، والنفس كالطفل إن تهمله، الولد الصغير مثلا ما جيناش مثلا عند السنتين وبدأنا نعوده على الفطام وما إلى ذلك وتحمل الآلام التي تحصل من أجله. فلو ترك أحيانا بتلاقي بعض الولاد بيبقى لحد ولك ده قاعد لحد 6 سنين لسه بيرضع ولسه بيشرب الحليب وما إلى ذلك. فبيكون ليه؟ لأنه تركوه. أما بتيجي مثلا أكمل العامين فبتيجي تعملي إيه؟ خلاص إحنا لابد نفطمه. فلما بنيجي نفطمه بتحصل بعض الأمور ويبكي وكذا، وبيقولوا يعني هذا الأمر يكون على الولد
يعني أشد من ضرب السيوف في بعض الأحيان، ولو فاته لضاع. ولكن بنعمل إيه؟ إحنا هنا بنصبر وبنروضه بنروض. وبنحاول نعمل. كذلك النفس، النفس لو تركت ولو ترك لها الزمام هي كالأسد، يعني الصهور الذي لا يقف، بتلاقيها تريد أن تلتهم كل خير، كل شيء أمامها. لكن الذي يضبط نفسه ويلجمها ويخالف نفسه، هذا الذي بيكون عرف مخابئ نفسه وعرف مكمن نفسه، فيعرف كيف يروضها، هي كيف دي، يعاملها. وهو ده المفتاح. فكرة ان انت بتستلم نفسك، تستلم نفسك الاول وبتشوف فعلا تروضها ازاي وتعتني بيها ازاي، وتعرف امتى تكون بتظلمها وامتى تكون بتراعي حقوقها. ما هو لأنه إذا لم يعمل هو على ترويض نفسه، هذا الإنسان بالأصل إذا لم يروض نفسه ويعرف كيف يعالج نفسه، فكيف سيروض الآخرين وكيف سيعالج ودي الآخرين؟ الحكمة، إن لم يكن للإنسان في نفسه خير لم يكن للناس الناس فيه فيه خير. خير. هندخل في جزئية مهمة، فكرة إن دايما شغلنا إصلاح الآخرين، زي ما حضرتك ابتديت بيها خالص الحلقة، فكرة إن إحنا شغلنا الآخرين عيوبهم إصلاحهم عن فعلا أنفسنا. وربنا قايل آية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إيه هنا المقصود بتنسون أنفسكم وتأمرون الناس بالبر؟ هي هذه الآية نزلت في أهل الكتاب لما كان بعضهم يأمر الناس بالإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم لا يريدون أن يؤمنوا ولا أن يسلموا. فأنزل الله قوله: أتأمرون الناس بالبر، يعني تأمرون الناس بأن يسلموا وأن يؤمنوا وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقد ورد في كتبكم الأصلية في التوراة والإنجيل أنه عليكم الإيمان بنبي آخر الزمان ونحو ذلك من هذه الأمور التي أمرتم بها، ومع ذلك أنتم تتركونها. فهذا الأمر يعني لا يصلح. بالضبط زي ما إنسان بيكون هو يعني، أو مثال يعني، مثلا واحد كأنه واحد نزل في الطين وعماله هو تحت لا يعمل على أن يخرج منه، بس موجود تحت عمال إيه؟ أنت حاسب اغسل رجليك، وأنت اعمل كذا، وأنت اعمل كذا، وهو في الطين بارك في الطين لا يقوم. طب أنت اخرج أولا، طهر نفسك، نظف نفسك، ثم بعد ذلك انظر إلى الآخرين. بيكون إنسان واقع في المعصية، واقع في الذنوب، واقع في معاملات ربوية، واقع في أمور كثيرة، وتلاقيه بس قاعد، لا انتوا خلوا بالكم، وانتوا انتبهوا، وانتوا كذا، وانتوا ما بتصلوش، وانتوا ما بتعملوش. طب انت هل اديت الذي عليك اولا؟ في شخصيات طبعها ناقده نعم. جدا، وطول الوقت فعلا بتدي في وما ملاحظات أكثرهم. ده حقيقي فعلا، يعني الا من رحم ربي، طول الوقت قاعدين معترضين ومش عاجب، يتصيدوا الاخطاء لكن ما يتصيدوش اخطاء انفسهم. تلاقي مثلا بعض الاشخاص يقعد مثلا ايه، لا انت مطلوب تعمل في بيتك كذا، وانت مطلوب تكلم مراتك كذا، وانت مطلوب تعمل لاولادك كذا، وانت بتلاقي هو الدنيا خراب عنده. طب مش يا رجل مشغول بنفسه زي ما مشغول يعني بالاخرين. ادي لنفسك شوي يعني قبل ما ماشي. حلو ان الانسان يعمل على اصلاح المجتمع وما الى ذلك، بس يعني كيف اصلح غيري وانا فاسد؟ علشان كده هنا اللفظ وتنسون أنفسكم. نعم. علشان ده يودينا الجزئية تانية، مش معناه ان انت لازم تكون يعني صالح، ما فيش حد بكمال الصلاح عشان يبتدي يأمر الناس بالبر. ودي كنا تطرقنا للفكرة دي قبل كده، ان هنا المقصود بيها اللي هو اللي بيخالف تماما، يعني هو يكون مثلا بيكذب لكن يأمر الناس ما تكذبش. نعم. لكن مش المخطئ، مش اللي هو على الطريق لكن بيخطئ، ده يأمر الناس بالبر، ده المقصود بيه. ده بيعمل زي بيقولوا فيه طبيب يداوي الناس وهو عليله. تلاقي مثلا بيدي العلاج للناس وكذا، بس هو بالاصل عليل. طب فده بيقولوا له ايه؟ طب انت خذ انت الدواء، واولا ابرأ انت اولا مما فيه، حسن من اخلاقك، حسن من افعالك، احسن معاملتك مع الله، ثم احسن معاملتك مع الناس، ثم بعد ذلك مر الناس بهذا الامر. طب هنا في جزئيه يا شيخ احمد، ما هي الفكره ان ممكن جدا حد يكون يعني بعيدا، يعني احنا وصلت لنا خلاص، شرحنا ووضحنا فكره ان يعني ان انت ما تامرش الناس بالبر وانت معيوب زي ما بنقول، لا صلح عيوبك وابتدي اامر الناس بالبر.
اي ممكن حد يخطر في باله يعني انا هستنى لما ابقى ملاك بقى علشان خاطر ابتدي أمر الناس؟ لا محدش قال انه كل منا يقع في المعصية ويقع في الخطأ، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابين. يعني لا يوجد منا من هو كامل، بس بنقول في أساسيات ينبغي أن يعمل بها. وفرق بين إنسان مثلا نعم هو ينصح غيره ونحو ذلك، بس بيكون هو بتلاقيه من نفسه إيه؟ إن أخطأ يبادر بالإصلاح. إحنا بنتكلم على الشخص اللي هو يقيم على فعل الذنوب والمعاصي، مقيم على الأخلاق السيئة الفاسدة، ويرى من نفسه أنه يعني من أهل الصلاح والتقوى. ده اللي بنقول له انتبه، اعمل في كل الأحوال دائما الإنسان يعمل أولا على إصلاح نفسه، لأن كل واحد منا لو زي ما قلنا لو أن كل العالم اهتدى وهو الذي لم يهتدي فهو الخاسر. فده أصل ينبغي أن نعمل به. كل واحد منا مطلوب منه أمور في نفسه ينبغي أن يعملها. عشان كده حتى قلنا في سورة العصر قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بدأوا بأنفسهم، مسألة الإيمان الأساس وتبعه العمل الصالح، ثم بعد ذلك نظروا التوصي. إلى المجتمع الخارجي، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وربنا عممها لقانون تاني مهم جدا، وده بيشغل برضو ناس كتير، فكرة ان انا عايز اغير اللي حواليا، انا متضايق من المحيط، متضايق عايز يعني ناس كتير جدا طول الوقت في دماغها زي ما قلنا معترض وعايز اغير. ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المقصود هنا على ما بأنفسهم إيه يا شيخ أحمد؟ وده فعلا كلام موجه للأشخاص، ويعني ربنا يعافينا ممكن يكون منهم وإحنا مش بناخد بالنا. فكرة إن أنا عايز أغير طول الوقت ومش مركز على تغيير نفسي. إحنا هنقول عبارة واحدة: لو أن كل واحد منا نظر إلى نفسه وعمل على إصلاح نفسه وعمل على إصلاح عيوب نفسه سننصلح جميعا من حيث لا ندري. لو كل واحد مننا بص على نفسه، أصلح نفسه وقوم نفسه، فلما أنا أنشغل بنفسي وحضرتك تنشغلي بنفسك وفلان ينشغل بنفسه وفلان ينشغل بنفسه، بالأخير هنلاقي مجتمع متكامل، مجتمع يغلب عليه الصلاح والتقوى والبر والتقوى وما إلى ذلك، مش مجتمع كل واحد يعني. وده للأسف حال كثير من الناس في هذه الأيام، لما الواحد يسمع الموعظة ونحو ذلك بيظن أن كل الناس مقصودون بهذا الأمر إلا أنا. وده للأسف أمر خطير، ودي ثقافة عندنا في كل حاجة. أنت تلاقي حد ماشي في الشارع بيسوق ما بيعرفوش يسوق، أيوة. أصل دول كذا، فيفضل طول الوقت بنعمم أن كأن الجميع مش عارف مش فاهم، لكن مش مركز أنا إيه. فإن الله لا يغير ما بقوم سبحان الله حتى يغير ما بأنفسهم. على هذا المثال لسه كنا نتكلم وأنا جاي مع صديق لي، حصل أمر فقلت له، فبدأ يقول إنه شوف، قلت له بس اهدأ ارجع قبل شوية فاكر، فضحك. فهنا الأمر إيه؟ إنه دائما كل واحد منا ينبغي أن يعمل على إصلاح نفسه، فإذا انصلحت أحوالنا وإذا انصلحت أنفسنا بالتالي هذا سيعود على الجميع بالخير. صحيح، بالتالي هيعود. وبعدين زي ما قلنا قبل كده كمان إيه؟ الأمر بيكون هي دائرة نفسي، بعدين بتطلع بتكبر شوية لأهل بيتي، بعدين بتكبر شوية بتكون للجيران، بعدين بتكبر شوية بتكون لأهل البلدة، بعدين بتكبر شوية بتكون لأهل الدولة، بعدين بتكبر شوية بتكون للمجتمع للأمة، وهكذا. فيبدأ إيه؟ حلقات شيئا فشيئا. والموضوع عايز بدايته اليقظة، لأن ده مهم قوي. سلوكيات كتير لو تبعناها هنلاقي نفسنا، طب قبل ما أوجه النقد ده للعامة أنا بعمله ولا لأ؟ يعني بجد علشان ناكد على الفكره، ساعات الواحد مثلا يعني لو خدنا مثال السواقه او في الطريق، تلاقي حد عشان ماسك الموبايل، فعلشان كده مش مركز، وتلاقي انت بعدها بلحظات مسكت الموبايل. انا عايزه ضروري بالظبط، فمش مش عاذر الاخر او شيء، مش شايف غلط نفسك قد ما انت شايف غلط الاخرين. هيبقى في جزئيه تانية في موضوع ان الله لا يغير ما بقوم
فكرة أنا ممكن طيب أبتدي بنفسي وأبتدي أغير وألاقي إن حال الأقوام يعني ما تغيرش وما تصلحش، وإن أنا يعني هستنى كل دول يتغيروا علشان خاطر يحصل تغيير. ففي جزئية عايزين نسلط الضوء عليها يا شيخ أحمد، إن حسابات ربنا مختلفة. أنت لو ابتديت بصدق نية وعندك فعلا النية إن أنا يكون في خير في نفسي وأبتدي أصلح من نفسي، ربنا بيغير الموازين بحسابات مختلفة، مش شرط بإن الشخص الفلاني أو المحيط الفلاني اتغير، لكن بمنظور إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما يعلم جنود ربك إلا هو، فتلاقي أحوالك اتغيرت في النهاية. هو عندنا مثال بسيط، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما خرج في بيئة كلنا عارفين البيئة التي خرج فيها وإلى أي حال وصل، وكم بقي النبي عليه الصلاة والسلام مدة 13 سنة في مكة المكرمة، ما أمن معه إلا قليل، بقي مدة طويلة ما أمن معه إلا قريب 40 رجلا، ومع ذلك النبي ما كل وما مل بعد ذلك. بل شوفي كمان مدى يعني أدين ثقة النبي بربه سبحانه وتعالى، لما يكون هو بيحفر الخندق ولسه الأعداد مش اللي هي الأعداد الكبيرة وما إلى ذلك، فيضرب الضربة الأولى فيقول بسم الله أوتيت مفاتيح الشام، أوتيت مفاتيح الفرس، أوتيت مفاتيح الروم، وهو فين؟ وهو في المدينة لسه، والأمر لسه يعني لم يتوسع ولم يحصل الفتح العظيم، ولكن هذه ثقة النبي بربه، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكمان إحنا نفسنا لا ننتظر النتائج التي نريدها نحن، انه انا نبهتهم وهم ما عملوش، انا عمال اوجههم وارشدهم وصلحهم وهم مش عارف كذا. النبي لو كان الامر هكذا ما يعني النبي عليه الصلاه والسلام، وشوفي مع شده الاذى ولما رحلته في عام الحزن ورحلته لما يخرج من مكه الى الطائف، ومع كل هذا لو كان واحد مني يقول ايه انا عملت اللي علي، ومع ذلك ينزل إليه الأمين جبريل من السماوات ومعه ملك الجبال ويقول له إنه بأمرك يا رسول الله مؤتمر بأمرك مره بما تشاء، وقال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة، ومع ذلك النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. بل قبلها انظر إلى الدعوات التي قالها، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وما إلى ذلك من الدعوات التي اهتزت لها أرجاء السماوات. وده خير مثال ونموذج الرسول عليه الصلاة والسلام لتطبيق معنى عليكم أنفسكم وعلى فكرة الخير في الذات. ولما صبر وتحمل ظهرت النتيجة ولو بعد مدة طويلة، هي دي الفكرة. وإن الفكرة إن إحنا حتى يعني كل واحد في أحواله، لا هو ممكن ربنا يراضيك بطريقته بلا شك، مش شرط يراضيك بتغيير فلان وتغيير المحيط وتغيير كل اللي حواليك، وإن أنت نفسك تشوف الدنيا بشكل تاني، لا هيخلي رؤيتك تختلف وهيسر لك أمور كثيرة جدا. آخر حاجة نختم بيها فكرة الاعتراف في دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن ده مفتاح مهم جدا لبداية الخير، وإن أنت تروض نفسك وتمشي على طريق ومنهج الخير. نعم، أن يعترف الإنسان بخطائه وبذله وبتقصيره ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الخالق وربي على كل شيء قدير. فالإنسان إذا اعترف بما فيه من خطأ ومن ذل وانكسار وما إلى ذلك، فإن الله عز وجل يعني زي بيقولوا ده بيكون يعني بالنسبة لينا بيكون بداية العلاج، إنك تعترف بالمرض، تعترف بالخطأ، تعترف بالذنب. فإذا اعترفت وتوجهت إلى الله فتتوب وتندم وتغير ما بداخلك، فعند ذلك الله عز وجل يعني ييسر لك سبل الخير، ييسر لك سبل الهداية، ييسر لك سبل الإصلاح، فيتحول الحال، يتحول الحال من يعني من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى أحسن وما إلى ذلك. فدايما بنقول يعني هذا كما قال، كما أرشد إليه سيدنا عمر رضي الله عنه فيما روي عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، دي الخلاصة سبحان الله، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هي دي الفكرة، الإنسان بيعرف بيدرك لو بيعترف بظلمه بيعترف هو أخطأه إيه، بيعرف إن في مرجعية يتوازن. وده إحنا بنفتقده كثيرا في حياتنا، حاسبوا أنفسكم. ليه؟ لأن الواحد إذا حاسب نفسه فإن كان مقصرا
فيعمل على إجبار على أن يجبر تقصيره ويعمل إلى الزيادة، وإن كان ازداد في العمل فإنه سيعمل على الزيادة أكثر فأكثر. بالضبط، وبالتالي أن الإنسان خلاص أدرك أنه له مرجعية، اللي بيحاسب نفسه واعترف أدرك أنه له مرجعية هيوازن نفسه بيها ويروض نفسه بيها، وبالتالي أوجد الخير جواه فيقدر يوجد الخير للآخرين. ربنا يبارك لك ويجزيك عنا كل خير يا شيخ أحمد. شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا لحضراتكم، شوفكم الحلقة الجاية على خير بإذن الله.